فنفس الكلام في ماتش بايرن، هو كان مجهز الفرقه نفسيا ان احنا نازلين نعمل جيم دفاعي قوي جدا ونقفل دفاعيا. واهم نقطه قلتها قبل الماتش وفعلا حسيتها من لعيبه الاهلي في الماتش ده، الناس كلها بتقول لعيبه رجاله وكويسين واقفين على رجليهم وبتاع، كل الكلام ده صحيح، بس اهم نقطه بالنسبه لي ان ما حدش كان بيفكر في مكاسب شخصيه. يعني انا مش نازل عشان انا ابان شكلي حلو، لو خسرنا مش مهم بس هطلع شكلي حلو تمام، اعمل لي لقطه، ما تهزقش مثلا، ما حدش ينيمني، لا احنا نازلين يا يعني نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. تمام، وده كان باين لانك ده لو كله في المباراه الاولانيه في البطوله. لا صح؟ ده في ماتش بايرن، دخلنا في ماتش بايرن. اه طيب في ماتش بايرن كنت حاسس ان اللعيبه فعلا يعني كتله واحده، اه لكن التوتر كان واضح قوي الشوط الاول، ايه سببه؟ بما انك اتكلمت على فرض الشخصيه في المباراه الاولانيه. انا مش شايف ان كان في توتر 100%. اه بس التركيز مش بالشكل اللي يزعج. لا لا مش الشكل اللي يزعج. ليه؟ اه لان بايرن ميونخ اول تلت ساعه كان جايب اخر دواسه البنزين. اه كانوا دايسين. اه ولما بايرن بيدوس بيدوس من كل حته، بيضغط يمين وشمال وقدام، فانت فعلا مش عارف تطلع من نص ملعبك. واكيد في سنه رهبه، لان برضو ما تنساش الناس دايما بتقارن ما بين الجيل الحالي والجيل زمان، في فرق خبرات كبير قوي ما بين الجيل الاهلي الحالي اللي لسه بيبدا ولسه بيتبني وما بين جيل عنده خبرات. فكان الهدف من موسيماني واضح، انا هنزل اقفل والعب جيم دفاعي، حتى لو دخل فيا جول ما افتحش، لان انت لو فتحت قدام البايرن هتندم هتندم. آه. والكلام ده انا مش بقوله من دماغي، الكلام ده انا بقوله بناء على اللي حصل. اي حد حاول يلعب بايرن ميونخ من عتاوله اوروبا جيم مفتوح ندم. آه. ندم بسكور كبير. فاول تلت ساعه و25 دقيقه ده النصف او التلت الاول من المباراه البايرن كان دايس، جاب جول وضيع فرص كتير قوي، وفعلا لعيبه الاهلي كانت مخنوقه مش عارفين يعملوا ايه. صح. والضغط رهيب. بعد كده هم هدوا الريتم شويه. لما هدى الريتم شويه في نقطتين بقى مهمين قوي. النقطه الاولانيه ان انت بايرن ميونخ لسه جاي من ماتش هيرتا برلين في التلج ومسافر ومطارات اتاخرت غير كده، هو نازل بطوله كاس عالم الانديه عشان ياخدها ويمشي باقل خسائر ولو يقدر باقل مجهود. ايوه. وده اللي بيحصل ان بطل اوروبا هو اللي بياخد كل نسخ كاس عالم الانديه الا نسخه لو لم تخني الذاكره يعني اللي طلعت منهم، فهو بيجي مهمه بالنسبه لهم اه بس احاول اخدها باسهل طريقه. فهو خفف الريتم شويه وخفف وتيره اللعب شويه. وفي نفس الوقت في نقطه برضو كنا بنتكلم فيها ان لو لعيبه الاهلي لعبوا ناشف شويه. أيوة. او دخلوا بخشونه سنه ده حصل، لعيبه بايرن هتخاف. لان هو مش عايز يتصاب، هو ده راجع لدوري الماني وعنده تشامبيونز ليج، والموسم الحالي اصلا موسم استثنائي لان في ضغط مباريات مرعب وفي كم اصابات مش طبيعيه. فده بس اللي بيزود حته الناس بتقول لك اصل البايرن يعني متساهل، الالمان ما بيستاهلوش، ما قلتش بيتساهل. بس قلت هو عنده خطة ذكية ان هو يكسب باقل مجهود. تمام. ولكن اقل مجهود مع فرقة المانية زي بايرن ميونخ مش معناها كسل، انه ضعيف. أو مش معناها ان هو هيكسل. في فرق لما تلعب مرخية بتكسل. يقلل رتم بس ويفضل مسيطر زي ما هو عايز. ويعمل ايه مثلا؟ هانزي فليك ما عندوش، ما فيش لعيب عنده بيكسل. لما الاهلي كان بيعدي نص ملعب بايرن وبيهاجم ايه اللي كان بيحصل؟ ارتداد دفاعي مش طبيعي من لعيبه بايرن. ده من ليفاندوفسكي شخصيا اللي كان بيرتد دفاعيا. شفت بيرجعوا ازاي؟ ففي فرق ما بين ان انا مهدي رتم الماتش ومش هاخد ومش هدخل في التحامات كتير، وما بين ان انا ملتزم. الوينج الجنابري هيرجع يدافع، كومان هيرجع يدافع، مولر لحد الدقيقه 70 ولا 75 معدي 30 سنه يرجع على خط نص الدايره يضغط على قفشه. ايوه صح. ففي فرق ما بين الاثنين دول، عشان كده لعيبه الاهلي لما كانت بتوصل كانت بتواجه حيطه. لان هم كانوا بيدافعوا بمنتهى الشراسه، بس هو قلل الضغط قدام شويه. نوصل للنص الثاني او